هي ليه الحشرات الحمراء اللي موجودة على نبات الصبار دي مهمة جدا وبيدفعوا مبالغ ضخمة عشان يستثمروا فيها؟ اللي هقوله ده ممكن يقرفك لسنين قدام، لأنك يا إما شربت الحشرة دي يا إما أكلتها. دي حشرة اسمها كوتش نيل، بتبقى موجودة على نبات الصبار لكنهم بيفرموها وبيستخرجوا منها الصبغة الحمراء اللي بيستخدموها في كتير من المشروبات والمأكولات اللي انت بتجيبها من بره، زي العصائر والحلويات والمشروبات الغازية والآيس كريم. ولو بطلت تاكل الحاجات دي فهم كمان بيستخدموها في مستحضرات التجميل زي الروج مثلا. قولي بقى بهدوء كده، كم مرة اكلت الحشرة دي؟ بس انت ممكن تحاول موبايلك الريموت يتحكم في التلفزيون متطبيق اللي سابولك في اول تعليق.